نتواجد في مدينة رفح في مخيم للنازحين، حيث بيحاول الناس هنا تدبر أمورهم المختلفة. لفت انتباهنا هذه الخيمة، أو هي عبارة من النايلون ومن الخشب، وهي عبارة عن عيادة استشارية للنساء والتوليد، قام بها دكتور محمد الرقب، وهو استشاري وأخصائي طب النساء والولادة، حيث قام بإنشاء هذه الخيمة في وسط مركز للنازحين، وهو كان قد نزح إلى مدينة رفح من مدينة خان يونس بعدما تعرضت له المدينة من قصف طاول المستشفى الذي كان يعمل فيه، وهو مستشفى ناصر. دكتور محمد، يعني فكرة قامت هذه العيادة في هذا المكان، لماذا روادت؟ صراحة أول شيء سعد مساكم ومشكورين لجيتكم. ثاني شيء، والعيادة أجت لي من الاحتياج الكبير للنساء لمتابعة الحمل خلال الظروف الصعبة اللي احنا بنمر فيها، بظل عدم أو غياب أي مركز رعاية الأولية لمتابعة نساء الحوامل. احنا عارفين انه فيش غير عندنا مستشفى واحد اللي هو مستشفى الهلال الاماراتي، وما بيقدر يغطي عدد الحالات الكبير المهول الموجود. فمن هنا اجت الفكره انه لا، احنا بلزمنا مركز رعايه الستات الحوامل خلال الحمل. ومثال حي على الموضوع هذا هو زوجتي كانت حامل خلال فتره حمل باشهرها الاخيره، فصراحه ما قدرتش انا توصل لرعايه اوليه خلال الحمل، فصراحه هي عانت كثير وجابت بنتي، ولدت بنتي سلمى طرد، كانت الظروف المناخيه صعبه فانولدت بنتي وكانت في خيمه بلاستيك، فصراحه تعبت بنتي كثير واضطريت انا انقلها العنايه، فتعبت يعني قعدت تقريبا اسبوع، بعدين طلعت الحمد لله لقيت امورها كويسه، بس المعاناه اللي انا شفتها مع زوجتي ومع بنتي مش حابب حدا يمر في نفس التجربه، فعشان هيك كانت الفكره الاساسيه والدافع الاساسي والمحفز الاساسي لي استني انشئ النقطه هذه لرعايه الستات الحوامل. شكرا لك. شكرا. هناك ما يقارب من 60,000 امرأة حامل وفق بعض التقديرات والتقارير الصادرة عن وزارة الصحة. هؤلاء النساء بيعانوا معاناة شديدة فيما يتعلق بمتابعة الحمل بسبب أن كثير من المستشفيات خرجت عن الخدمة، والأمر الآخر هو ما يتعلق أيضا بتوفر الأدوية والطعام الذي يجب أن يعني يكون متوفر حتى يقوى على الاستمرار في هذا الحمل وأن يولد الأطفال بصحة جيدة. ومع ذلك وفق شهادات كثير من الأطباء الظروف الحالية تسببت بكثير من المشاكل للنساء ولفئات أخرى كذلك تعاني من استمرار هذه الحرب الإسرائيلية. صالح الناطور من مدينة رفح جنوب قطاع غزة، التلفزيون العربي.